37 الذين قدموا من بريطانيا للمشاركة في دورة الجولف بملعب الصولجان بالحمامات تراها حريصة جدا على تنظيف المضرب، أما هذا فيستعد للقاء منافسيه بطريقة أخرى، في حين بطلة الصولجان على المستوى الأوروبي 11 و2012 و2000 تارا داير سميث فكانت جاهزة للعب. هي المرة الأولى التي ألعب فيها الجولف في تونس وأنا سعيدة جدا، كما أن الطقس جيد وأتمنى العودة. هي الدورة الأولى للصولجان التي تجرى في تونس بمشاركة رياضيين بريطانيين بعد أن كانت تجرى في المغرب، واستقطبت هذه الدورة اهتمام الصحافة الرياضية الإيرلندية. جميل جدا وأنا لأول مرة أزور تونس، فالطقس هنا لا يختلف كثيرا عن طقس إيرلندا وقد استمتعنا كثيرا. هي تجربة جيدة بالنسبة لي أن أتعرف على بلد آخر طقسه لا يختلف كثيرا عن الطقس في بريطانيا. هو سعي من الساهرين على هذه الرياضة لتنويع المنتوج السياحي المحلي واستقطاب الأجانب ليتجاوز الصورة التقليدية المرتبطة بالتركيز على السياحة الشاطئية، مع العلم أن هذه الرياضة تعود إلى سنة 1927 تاريخ إنشاء أول ملعب جولف في سكرة شمال العاصمة تونس. أعطيك فكرة الإنجليز قديش يحبوا تونس. في 2012 عملنا بلوس 35% على 2011 وتوا 2013 قاعدين نتمناو معناها باش نوليو في النيفو نتاع 2010. يذكر انه يوجد في تونس اكثر من 10 ملاعب صولجان في انتظار انشاء ملعبين اخرين مع موفى 2013.